ارحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي ميعاد فقرتنا الاولى. معنا اثنين من النقاد الرياضيين المحترمين، دايما بنثق في رايهم، دايما بنتكلم في موضوعات ونناقش قضايا، بنهتم يبقى معانا نقادنا الرياضيين المحترمين نناقش كل حاجه معاهم. خلينا نرحب في البدايه بالنقد الرياضي بالاهرام المحترم الاستاذ حسن خلف الله. اهلا بيك كابتن شادي. اهلا بيك. انت غايب عني كده والمشاكسة بقالنا كتير. بيسعدني طبعا، بيسعدني طبعا ان اكون موجود معاك دايما. كمان اللي مشرفني رئيس القسم الرياضي باليوم السابع، وانا اعتز بصداقته جدا، الاستاذ عمر الايوبي. شرفتني ونورتني النهارده ومبسوط ان انت معايا. ازيك يا كابتن شادي؟ انا سعيد طبعا ان اكون معاك طبعا، وقناه النادي الاهلي قناه كبيره، وجماهير النادي الاهلي العريضه طبعا في مصر وكل العالم العربي يعني. هبتدي مع حضراتكم بالاحداث اللي موجوده النهارده. مشهد اكثر من رائع لجماهير الاهلي المحترمه الوفيه، مسانده ودعم، ما شفناش اي خروج عن النص. هتاف للكابتن حسام البدري، هتاف للاعبين، رسائل للاعبين، جمهور الاهلي عمل اللي عليه. اه طبعا، بالتاكيد طبعا كان مظهر او مشهد جميل جدا ومحفز قبل المباراه طبعا اللي هتكون في رادس. وللاسف بيكسر يعني اشياء كثيره لبعض الناس كانت بتبحث عن الياس لتنشره بين جماهير النادي الاهلي، مع ان المفروض ما دام في فرصه المفروض الناس ما تبحثش عن الياس، كانه كنز بتدور عليه عشان تنشره بين الجماهير بشكل يعني مش واضح او مش مفهوم. والحمد لله النهارده يعني انا اعتقد ان ده المشهد كان يعني بيدي روح كبيره جدا، واعتقد ده يعني شيء مش جديد على جماهير النادي الاهلي. يعني جماهير النادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه بتكون موجوده وبتكون ورا فريقها، وبتضرب مثال دايما بكل شيء جيد، وبتضرب مثال دايما ان هي فعلا ورا النادي الاهلي. واعتقد ده هيكون ليه دور ايجابي في نفوس اللعيبه قبل المباراه، هيكون ليه دور مهم جدا، لان طبعا المباراه دي مباراه هتعتمد على الروح اكتر من اي شيء. يعني تاهب اللاعبين نفسيا والتجهيز النفسي هيبقى عامل مهم جدا في ادائهم في الملعب. وانا اعتقد ان كل ما يحدث ودور الجماهير النهارده والحضور هيزيد من هذه الحاله الطيبه لدى اللاعبين، وهيزيد من روح البطوله واستدعائها مره اخرى داخل نفوسهم، لان مش معقول كل الناس دي واقفه وراهم وبتساعدهم وبتساندهم وهم هيخذلوهم. فانا اعتقد ان المباراه هناك هتكون مباراه يعني مختلفة تماما عما حدث في برج العرب. يعني اللي حصل في برج العرب هو كان في سوء توفيق إلى حد ما في بداية المباراة، لو كانت الأهداف اللي سجلت كان ممكن الأهلي يطلع بنتيجة مغايرة جدا والماتش يختلف تماما. برضو خلال الشوط الثاني كان الأهلي مسيطر وكان ممكن يسجل أهداف، بس برضو الحظ ما كانش كان معاند في كثير من الكرات. فأعتقد إن اللي حصل النهاردة إلى جانب دور الجهاز الفني خلال الأيام اللي فاتت وكل التصريحات بتشد من همم اللاعبين بشكل كبير، اعتقد ده كله هيخلي يعني التمهيد او الاعداد قبل المباراه هيبقى اعداد متميز، وهيخلي اللعيبه رايحه لهذه المباراه بروح جيده. هي كره القدم يعني مهما تكن النتيجه، بس المهم ان انت بتعمل اللي عليك بشكل جيد وما بتاثرش. وانا اعتقد ان اللي حاصل النهارده واللي حاصل خلال الايام اللي فاتت بيؤكد ان شاء الله روح الاهلي هتعود في تونس. الاهلي هيأدي بشكل كويس وما دام في فرصه اعتقد ان احنا لازم نكون ورا الفرصه بكامل قوتنا. استاذ عمر، مشهد الجماهير شفته ازاي النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو مشهد طبيعي، هو النادي الاهلي كده يعني، هو دايما النادي الاهلي يعني الواحد يقول ايه، اللي ربنا خلق الازمات في الكوره عشان جماهير النادي الاهلي يحلها دايما. النادي الاهلي، وانت كنت لعيب كبير في النادي الاهلي، يعني دايما اكبر ازمات في الكوره وتحديات كان النادي الاهلي هو بيقدر يحلها. وشفنا ازمات كتير، شفنا النادي الاهلي اللي هو بيلعب 14 لعيب في الكونفدراليه وخد البطوله، فاهم؟ دي ما بتحصلش غير في النادي الاهلي. النادي الاهلي الوحيد اللي هو دايما اقول لك ان هو عنده جينات البطولات وراثيه في النادي الاهلي فقط. المنتخبات اللي فيها اكتر لعيبه من النادي الاهلي بتبقى متميزه مثلا. لكن موضوع الجماهير في النادي الاهلي ده حاله استثنائيه موجوده في مصر. يعني بمعنى نادي الزمالك هو عنده جماهير كويسه جدا وعنده عدد كبير جدا بيعشقوا نادي الزمالك، رغم مثلا ممكن مش عدم مساواه النادي الاهلي في البطولات، ولكن النادي الاهلي موضوع مختلف خالص. النادي الاهلي دايما بيقف ورا الفريق وبيظهر في الازمات اكتر من الانتصارات، لان الانتصارات واخد عليها. لكن دايما تلاقي الاهلي كل ما تلاقي عنده ازمه كبيره وفي موقف يحتاج دعم جماهيري ودعم نفسي وتحفيز بتلاقي الموضوع مختلف. شفناها السنه اللي فاتت في اكتر مره، المدرجات التتش كان لو انت فاكر السنه اللي فاتت كان في اكتر من 20 او 30 الف موجودين ونازلين في الملعب بشكل حضاري جدا، ولا في امن ولا غيره حوالين الملعب نفسه موجودين.
القصه ان انت النادي الاهلي حصل دروب دروب فني في الماتش اللي فات، في واضح ان كان في حاله ارهاق موجوده في النادي الاهلي يعني من وجهه نظر الشخصيه. الجماهير شعر بالحاله ديت، ممكن وجود الجماهير في الملعب اثرت بضغط عصبي اكتر، في عدم توفيق زي ما حسن قال نفس الكلام ان هو كان في عدم توفيق للنادي الاهلي وعدم توفيق من الحكم او يعني اخطاء موجوده، ولكن الجماهير النادي الاهلي ما بتستشعر ان فريقها دي حاجه ليها، بتكون موجوده مش بتبقى لاعب بقى رقم 12، بتبقى لاعب رقم 1. وهنقول ان هم مش هيكونوا موجودين بقوه في الماتش اللي هو في رادس، لكن ممكن يكون هو بيديهم شحن معنوي. ولاعيبه الاهلي اكتر لعيبه في مصر بتشعر بقيمه جماهيرها وبتحمل المسؤوليات، وانت تدرك الكلام ده كويس جدا وانت كنت لعيب وعارفها. لعيبه الاهلي الوحيدين اللي ممكن لما تحس ان هم يخسروا تحس ان هم بيعيطوا. انا عايز اكمل كلام حضرتك واللي انا قلته في البدايه، ان في اليابان اول مره لما رحنا جمهور الاهلي كان معاك في المطار ورجعت مش محقق حاجه بيستقبلك. ورحنا السنه اللي بعدها ثالث عالم وطول الوقت هم حافز، ورجعنا بيستقبلك في المطار بقى بعدد رهيب جدا جدا جدا. ومش هتكلم على انا بعمل مقارنه بين الموقفين، موقف انت راجع واخد ثالث عالم وموقف انت ما خدتش حاجه خالص، فهو رسالته في الحلوه وفي المره انا معاك في الاثنين. لا وفي المره اكتر موجودين، يعني دايما الواحد احنا كنا من فتره كده 15 سنه ولا حاجه كنا نتفرج على النادي في اول الالفينات، كنت تلاقي النادي كان في عدم توفيق فتره كده كان فيها تفوق نادي الزمالك، كنت تلاقي دايما جماهير النادي الاهلي اللي يدخل فيه جون بتلاقيهم مش حاله استاد، هو العب يا اهلي، دي كانت معروفه بالنادي الاهلي شكلها فيها، لكن هي القصه ان انت في لعيبه النادي الاهلي من لعيبه بتتاثر نفسيا بجماهيرها. بيتحملوا مسؤوليه اكتر من اي لعيبه موجوده في مصر فعلا بموضوع الجماهير، وبتشعر بالمسؤوليه ولدرجه ان هم ممكن يبقى يعيشوا في حاله نفسيه سيئه لو ما قدروش يحققوا البطولات لجماهيرهم، لان لعيبه الاهلي عاشت خلاص على موضوع ان هي لازم يحقق بطولات على طول. كويسين وحشين لازم الاهلي يكسب. ودايما كنت انا اقول لك الحظ، يعني كان دايما في ناس يقول لك الاهلي ما يستحقش ياخد الدوري او ما يستحقش يكسب ماتش، بس الاهلي ليه الاهلي دايما اللي هو بيوصل دايما للدقيقه 90 وتلاقي في الوقت الضايع والناس لسه برضه مستنيه لك ايه الاهلي جاي، عماد بيتعب هينزل ده على مدار التاريخ. على مدار التاريخ دي تاريخيه ان انت النادي الاهلي عندهم الحافزيه والروح موجوده لغايه اخر لحظه بيدوا الامل لجماهيرهم، وجماهيرهم دايما ما بيخيبوش الظن. احنا شفنا ان جماهير النادي الاهلي النهارده موجوده في الاستاد، ده الشيء الطبيعي والمنطقي، بس هو المنطقي ان انت برضه الاكثر ان انت انا اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي على قد المسؤوليه وبيشعروا اكتر، وده بيبقى مش يعني على قد موضوع ضغط نفسي، بس انا شايف ان هو شحن معنوي لعيبه الاهلي هيتم تفريغه باذن الله في ملعب رادس، وقادرين ان هم يعوضوا باذن الله النتيجه، والاهلي قادر باذن الله. ما هو ده بقى السؤال، هاخد من كلام حضرتك واروح للاستاذ حسن، الاهلي قادر؟ انا سالت الكابتن حسام السؤال ده وعجبني جدا الايام اللي فاتت، دخل معانا نجوم من الاسماعيلي ودخل معانا نجوم من انديه مصر كلها، والكل بيقدم المسانده والدعم للنادي الاهلي، وكان في حاله حب واول مره اشوف اللي كل انديه كله الاهلي بيلعب باسم مصر بقى بجد، واظهرناها كمان اعلاميا. الاهلي قادر يا استاذ حسن؟ شوف عشان اجاوبك على السؤال ده لازم نبص للمقدمات او المعطيات اللي قدامنا. المعطيات اللي قدامنا هي مباراه الذهاب، الاهلي كان قادر فيها وكان بيأدي بشكل كويس، كان قادر وكان بيأدي بشكل كويس، يبقى اذا الاهلي قادر ان يأدي بنفس الشكل واقوى في المباراه اللي جايه. صح، دي المقدمات اللي ممكن تبني عليها رد على السؤال بتاعك. احنا شفنا مباراه الذهاب مين اللي كان مسيطر في الملعب؟ الاهلي. مين اللي كان بيقادر وبيهدد وبيلعب طول المباراه والفريق اللي قدامه مش قادر وبيحاول يضيع في الوقت؟ الاهلي. بالظبط. اللي حصل مع الاهلي اخطاء، حصلت خطأين حصل منهم الهدفين اوكي، لكن بشكل عام الاهلي هو اللي كان الافضل، هو اللي كان من حقه ان يكسب المباراه بنتيجه كبيره. فاذا الاهلي قادر على التعويض، قادر ان هو يحقق نتيجه افضل من ذلك في مباراه العوده. المسألة كلها القدرة أو عدم القدرة بترجع لإيه؟ بترجع للرغبة، بترجع لتاريخ طويل أنت بتبني عليه. الأهلي دايماً في المواقف الصعبة بيكون ليه دور، يعني لعيبته بيكون لها دور على قدر المسؤولية، بيكونوا دايماً قادرين إن هم يحققوا المعادلة الصعبة، فإذا الأهلي لديه القدرة أن يفعل ذلك. مش يعني صعب جداً إن أنت تقول الأهلي مش قادر، يعني صعب جداً بعد كل التاريخ او المقدمات اللي احنا شفناها الاهلي مش في المباراه اللي فاتت بس، لا عبر سنوات طويله، وترجع تقول الاهلي مش قادر ان هو يتخطى هذا الدور. لا، الاهلي قادر، وخاصه الترجي هو اللي ما كانش قادر ان يكمل المباراه. يعني المباراه اللي فاتت الاهلي الترجي كان بيكملها بصعوبه جدا، يعني حتى في الشوط الثاني كان اللعيبه وقعت بدنيا خالص، كان كل لعبهم محاوله لاضاعه الوقت باي شكل. صح، فاذا هم الترجي اللي مش قادر.
الترجي بيحاول يعوض عدم القدره ببعض التصريحات الاعلاميه، ببعض الاشياء المختلفه، بجذبك الى اتجاه اخر. لكن انا شايف ان حاله التركيز الموجوده في الاهلي والتغاضي عن كل ما يحدث خارج الملعب او التصريحات اللي بتاتي من تونس او في الصحف التونسيه او الهجوم على الجهاز الفني، وان يعني انا شايف ان في يعني مراسلنا في تونس الاستاذ كريم يحيى بعت اللي كاتباه الصحف التونسيه كلام غريب بالشكل، بيحاولوا يجذبوك. انا عارف تقصد نقد للنادي الاهلي او بيقلل من النادي الاهلي. بيقلل من النادي الاهلي. حصل معانا بحكم التاريخ في مباراه الصفاقس القديمه وغيرها وغيرها، مباريات كتير اتعلمنا حاجه لما يقلل منك تعرف اللي هو خايف منك. ده تاكيد على الخوف اللي بينتاب لاعيبه الترجي او الجمهور الترجي او الحاله الموجوده هناك، ان هم قلقانين جدا ان الماتش برغم التعادل ما كانش فيه ما يؤكد ان الترجي قادر ان هو يواجه الاهلي تاني. الفروقات الفنيه مش كبيره قوي. لا الاهلي كان عنده يعني ايه تفوق في هذه المباراه برغم بعيدا عن النتيجه، يعني كان في تفوق في الملعب، كان في تفوق في كل شيء، كان في يعني اشياء كتيره بتؤكد ان الترجي مش قادر، مش هو الترجي اللي كانت الناس متخيلها ينزل وحش يهدد ويعمل. لا الترجي كان معظم الوقت بيدافع، معظم الوقت عايز يخلص المباراه باي شكل. فانا اعتقد ان زي ما حضرتك قلت ان الحاله الموجوده هناك والاطار العام الموجود بيؤكد ان الاهلي قادر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. استاذ عمر عايز اسالك، انا عارف انت مهتم بالتحكيم، كان معايا الكابتن حسام البدري في بدايه الحلقه في مكالمه مهمه جدا، سالته سؤال واضح. كابتن حسام حضرتك عندك تخوف من التحكيم؟ قال لي ما فيش شك بعد المباراه الاولى واللي انا شفته من حكم المباراه هنا في مصر. لا بص يا حكم، يعني هو كابتن حسام هو دايما عنده ناس، يعني عنده مشكله مع التحكيم. يعني هو دايما عنده دايما مشكله وهو دايما على الخط. يعني انا بتفهم انتقادات مثلا الكابتن سيد حفيظ، ده دوره، لان يعني هو دايما موجوده في الكره، وانت عارف ان انت مثلا لما تقعد تنتقد الحكام او تضغط على الحكام ممكن تاثر بشكل ايجابي، على الاقل لو يعني لو ما حصلش ظلم ليك على الاقل مش هتظلم، يعني لو ما كانش هيجام لك على الاقل مش هيظلمك. ده دور معظم مديرين الكره بيعملوا كده. الحكم بتاع المباراه الترجي احنا اتفقنا ان هو في اخطاء، ده اخطاء فادحه، ده بيتكلم في ثلاث انفرادات حسب سته، ثلاثه صح وثلاثه غلط. بيتكلم في ضربه جزاء صحيحه 100% ما اتحسب، ده في مباراه شبه نهائيه دي ورد او نهائي مبكر ما ينفعش يحصل. بص دي الاخطاء الحكام دي وارده في كل حته. وافريقيا كانت زمان يعني ماشي في الثمانينات والسبعينات كان فيها فجر تحكيمي واضح جدا ضد الفرق، لكن مع الاجيال الحاليه على الاقل 10 سنين فاتت وفي ظل التطور الكبير في الفضائيات الموضوع مختلف. بتلاقي دلوقتي خلاص كل حكم بيلعب لحساب نفسه، خاصه لو في طموحات والتحكيم بقى مجزي ماديا. منحاز للتحكيم ايه؟ منحاز للتحكيم. لا انا منحاز للتحكيم، بس في نفس الوقت بدي اتكلم. طب انا اتكلمت على الحكام مثلا، حكم ماتش الاهلي وطلع الجيش، انتقدت تعيينات الحكام. النادي الاهلي بالنادي بطل بينافس على بطوله، قدام منافس نادي الزمالك حشد عدد كبير جدا من الصفقات عشان عايز ياخد البطوله. ما ينفعش ان انت تحط حكام لسه اول خطوات ليها في مشوارها وتحرقها وفي الماتش وتضيع مجهود فرقه زي النادي الاهلي او فريق زي نادي الزمالك او فرق الدوري او اسماعيلي او غيره. لا انت لازم تختار اختيارات صحيحه، ونخلي قصه اللي هي اخطاء التحكيميه اللي يحبوا عليها اللي هي موجوده في متعه دي اللي موجوده. لكن ما تجيبليش انت واحد لسه بيتدرب وتحطه في ماتش النادي الاهلي يخسر ثلاث نقط ممكن يخسر بطوله. لا تعرض للانتقادات من بدري، فبدل ما يبقى في دعم ليك ومسانده اول اسبوع كويس وثاني اسبوع كويس حطيت نفسك. انا أيوة. متفق معاك. لا 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 دي مره واثنين وده ما ينفعش، انت كده انت بتهدد البطوله. يعني معلش انت السنه اللي فاتت انت حكم رقم واحد عندك في مصر وناس حكام في افريقيا اخطا خطا يعني مش هقول ساذج، بس هو ما شافش ومعاه احسن مساعد احمد حسام طه ما شافش، بس دي ورده بقى، دي ورده ان انت تقول لا ما شافش. لكن مؤثره لما تيجي تتكلم فيها كجماهير الزمالك في نادي في الشارع المصري وشايفين كوره كل الناس شايفاها بالايد وما تحسبش، هو ما لهمش علاقه بقى. على مستوى نروح للمستوى الافريقي. يعني مستوى مثلا الأفريقي على سبيل المثال الحكم انرامو الحكم لسه موقوف اتشطب من في اسهل من كده. لا ما بص لحاجه، انا متفق معاك ان هو في فساد موجود وفي انديه بعينها في افريقيا ليها علاقات وبتعرف تسيطر على التحكيم وتعرف ترشي حكام. لكن لما تيجي تتكلم في بعض الحالات الكبيره، لما تيجي تتكلم ان الاهلي ونادي الترجي اكبر فرق في افريقيا يلعبوا بعض، كل الناس بتتكلم في ان الحكم الكاميروني اللي هيحكم المباراه وصله القرابه مع لعيب من الترجي، صح كده؟ ده كلام يعني ممكن يكون مؤثر، ولكن انا ما اعتقدش ان هو هيكون موجود على الارض. بالعكس ده هيكون، انا شايف ان هو هيكون ضغط على الحكم الكاميروني، خاصه ان النادي الاهلي برضه مش نادي قليل. معلش لما تيجي تتكلم النادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا. النادي الاهلي هو ممكن يكون اشهر نادي موجود في افريقيا على مستوى العالم من الانديه العالميه، ماشي؟ مش معقوله طبعا اي حكم بيفكر
100 مره خطا قدام النادي الاهلي ان هو هيتعب، بيبقى عنده يعني ممكن وجود النادي الاهلي يبقى ضغط اصعب عليه ان هو خايف من كتر حرصه ان هو ما حدش يقول له بيجي من النادي الاهلي، دي يخليه هو يخطا. انا عجبني فكرتك اللي انت بتقول عشان تكمل كلام حضرتك، عجبني الفكره في نقطه اللي انت شيل الحكم من دماغ وانت تقصد كده، حضرتك احنا ركز في ادائك ما ناخد لك دي واروح رايح للحته بتاعت تقدر، ما احنا لازم نبعد عن الحكام، هنقعد نشغل دماغنا بالحكام، خلي الحكام دي الكابتن حسام بدر على الخط يقعد يروش ويقول مش مصدق والكابتن حسام حافظ ماشي، لكن خلي اللعيبه تركز لما تيجي تتكلم على الورق والقلم. لعيبه النادي الاهلي يتفوق على الترجي بكثير جدا، النادي الاهلي يعني منتخب مصر حاليا هو قد يكون افضل منتخب افريقيا على الاطلاق، ده حقيقه فعلا. النادي الاهلي فيه لا يقل عن 4 لاعبين او 3 لاعبين بيقدروا يحجزوا مكانهم في التشكيله الاساسيه رغم عدد المحترفين الكبير المتميزين في منتخب مصر. انت عندك احمد فتحي حاجز مكان في المنتخب، رامي ربيعه حاجز مكان في المنتخب، عندك حسام عاشور بيخش او سعد سمير وعندك سعد سمير موجود، عبد الله السعيد، دي كل دي لعيبه مميزه جدا وموجوده في تشكيله منتخب مصر اللي هو قوي. وتضيف ليهم وليد ده سليمان هيكون موجود خبرة. في كلام كتير احنا بنشوفه بنتابع التدريبات ان هشام محمد ممكن يكون له دور مثلا في المباراه، الاهلي عنده اوراق كتير جدا تقدر تحسن المباراه ماشي. ولو قلنا ان يعني بغض النظر اللي بيحصل مثلا مع عماد متعب، لكن ما تضمنش ممكن برضو حسام البدري مدرب كبير ممكن يتعامل مع الموضوع ان المباراه الكبيره تحتاج لعيب كبير، عماد متعب ممكن يكون له دور في المباراه وارد جدا، لان الاهلي عنده اوراق كتير جدا تقدر تحسم مباراه. لو الناس اللي هي متخوفه من شريف اكرام، انا اتوقع ان شريف اكرام يعمل افضل مبارياته في حياته، لان الخطا اللي حصل ده خطا عادي جدا جدا بيحصل في الكوره. يعني انا بنيجي نتكلم في شريف اكرام حاليا من وجهه نظري بيتكلم في رقم 1 لرقم 2 الحضري بقى والشناوي بيتلف منه، لكن هو موجود في الصوره بغض النظر عن قصه بقى كابتن اكرام الكبيره او يعني دايما المجامله ان هو يحطك على التراك، لكن بالجملة شريف إكرام طول حياته في المنتخبات. يعني إيه كابتن إكرام الكبير؟ يعني دايما يقول لك إيه هو بيلعب الوسط، كل الناس يعني أنت يعني إيه بيلعب الوسط؟ إن هو أبوه اللي لعبه مثلا، أو الناس لا لا في ناس بتقول كده. دي عقليات ما ينفعش نسمع لها. لا ما إحنا لازم أقول لك، هو قصده إن الأداء هو اللي بيحكم والتواجد هو اللي بيحكم. طبعا يعني هما بيتأكدوا يعني معدن النادي الأهلي هو اللي بيتكلموا، هو قصده يعني أنا فاهم والله، أصل أنا شفت الكلام ده. هو فاهم طبعا، ما تعرفوش اللي عارف يا جماعة، إحنا في النادي الأهلي. طبعا ما عيب اللي يتقال أساسا الكلام ده خالص. عيب بيتكلم شريف كبير، حارس كبير، واحنا شفنا الكوره ولعبنا كوره، انت شفت الهدف اللي دخل فيه ده هدف عادي جدا، معلش يعني مع الحضري في عز تألقه لما كان موجود، وهدف لده بتاع ليبيري جورجوايا هدف ساذج جدا زي ده بالظبط من الزاويه الضيقه، وهل ده يؤثر عليه؟ شفنا الحضري قبل ما يروح كاس الامم تاني ويتمرن ويقاتل ويرجع، مش الحضري مش الحضري اللي بيروح كاس الامم الافريقيه على طول، هو اللي الكوره جت في ماتش المقاصه مش عارف من بين رجليه مثلا، هدف ساذج جدا. هل يقلل منه ان هو حارس كبير؟ لا طبعا ما تاثرش عليه. احنا لازم نقف، لازم يعني الاعلام بقى لازم يدي حقه، لان اوقات انت برضه بتشوف برضه بعض الزملاء بياخدوا الموضوع بافواره جدا. لا انا شايف ان هو شريف اكرام حارس كبير، ممكن يبقى عنده الهفوات دي موجوده، بس في الماتشات الكبيره يبان الحارس الكبير. هو الماتش دوت اللي فات كان الهجمات قليله على النادي الاهلي، ممكن تقول ان هو ايه فقط التركيز قل عشان هو ايه النادي الاهلي ضاغط طول الوقت في كره سهله جدا، خلاص مش هندبحه عليه، لان الحارس الكبير رصيده يسمح اللي احنا نفوتها له وندعمه كمان. استاذ حسن عايز اناقش الموضوع صحفيا كمان، بمعنى حضرتك تبيه على المشهد في الاهرام عندك، على المشهد اللي انت شفته النهارده، مشهد الجماهير، مشهد الجماهير ومساندتهم من اول دقيقه لاخر دقيقه طول التدريب، هتكتب ايه في جورنال؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه، هو الكره اصلا يعني متعتها لمين جميل. او الاداء ده كله لمين؟ هي عباره عن مسرحيه 90 دقيقه عشان تمتع الجماهير، تمتع المشاهدين، فبالتالي الجمهور هو زي ما قال عمر رقم واحد بيكون في الملعب. طبعا احنا محرومين من الجماهير دلوقتي في ملاعبنا، لكن الجمهور بيبقى ليه دور مؤثر، وجود الجمهور طبعا امر رائع. هو انا اعتقد افضل حاجه ان الجمهور يؤازر او الجمهور يساند، هو الجمهور اللي بيساند الجمهور، لا هو يعني افضل من اي حد ممكن نتكلم عنه انه يساند اي فريق هو الجمهور. فانا اعتقد ان الجمهور اما يساند ده امر مهم جدا. فانا وجهه نظري لو هتكتب منشطه عندك في الاهرام كده هتكتب، ما هو هو المنشط الطبيعي ان الجمهور يساند الاهلي قبل السفر للترجي. يعني المنشط الطبيعي اللي يتكتب في اي حته لجمهور الاهلي وحرصه على التواجد ده، هو يعني ايه هنقول رساله من جمهور الاهلي للترجي واضحه. يعني دايما زي ما انت قلت او اتكلمنا من شويه ان الحاله اللي موجوده هناك هي حاله خوف، زي ما احنا بنتكلم في الصحافه هنا، هي الصحافه دايما بتكون تعبير عن الواقع. ف
فكون ان الصحافه هناك بتطرق التركيز على الفريق او على اداء فريقها او على استعداد الفريق زي الترجي لمباراه زي دي وبتركز في الفريق المنافس، فبالتالي هي مش شايفه عند فريقها ما يدفعها للحديث عنه. تمام؟ فبالتالي بتبحث عن وجه اخر لتجذب الناس للقرايه او الجماهير ان هي تنطلق معاها في اتجاه اخر. فبالتالي اللي حاصل هنا هي رساله مهمه جدا. يعني اللي حصل النهارده من جمهور الاهلي دي رساله مهمه جدا، بتؤكد ان الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي بروح مختلفه تماما، وبتؤكد ان الاهلي يعني الترجي لازم يكون قلقان اكتر ما الاهلي يكون قلقان. الاهلي بيلعب على اكتر من يعني على اكتر من حاجه. ممكن اولا هو يعني عنده مقدمات مودياه بروح، يعني ان هو خلاص الفريق اللي قدامه بقى مكشوف. يعني الاهلي خلاص بقى الترجي قدامه مكشوف، وما عادش فيه اللي هي المقدمات او الهبه ان الترجي جاي، ده الترجي مستعد والكلام اللي بيتكتب قبل المباريات دي. مقدماتش غير الفوز. ايوه، ما هو انت دلوقتي بتتكلم في حاجه، انت بتتكلم ان انا دلوقتي رايح بشعور او بوضع اللعيبه نفسها بشعور مختلف، شعور 90 دقيقه اتلعبت في القاهره انا كنت مسيطر فيها وكل لعيبه الترجي او خططه كانت مكشوفه قدامي. خلاص متشجع على هذا الفريق، متشجع عليه بشكل قوي جدا، وعارف كل مفاتيحه وعارف كل ادواته، لان انا لعبت معاه خلاص وكنت قوي عليه. في فرق ما انت بتلعب او تواجه منافس وانت خارج من جوله وانت زي الملاكمه كده خارج، وانت اكتشفت المنافس اللي قدامك وعرفت ثغراته وعرفت ازاي ان انت توجه ليه لكمات معينه ومكشوف قدامك. فما تيجي تروح الجوله الثانيه غير الجوله الاولى، غير المكان لسه جاي والناس بتتكلم ده الترجي عامل فريق قوي، ولا انا شفت الوضع الطبيعي وعايشته في الملعب. فده هيفرق مع اللعيبه نفسيا وهم رايحين يأدوا. مفيش رهبه ان انت لسه ايه هتستكشف المنافس، هتتكلم معاه ان انت او هتلعب معاه ان انت لسه جاي مش عارفه. لا، انت عارفه وعارف ثغراته وعارف هتواجهه ازاي وعارف مفاتيح لعبه ازاي. فانا اعتقد كل هذه المعطيات بتدي الاهلي افضليه. هم برضو عندهم مخاوف. ليه؟ لان هم رايحين بصدمه ما حدث في مباراه الذهاب، رايحين بنص شوط ما كانوش قادرين يأدوا فيه، كانت اللياقه البدنيه بتاعتهم واقعه في الشوط الثاني خالص، يعني كانوا راجعين وهم عارفين ان الاهلي اقوى منهم. فهذه المخاوف هتخليهم يكونوا يعني اكثر حرصا واكثر خوفا، وده ممكن يكون مفتاح اللعب نفسيا بالنسبه للاهلي. فانا اعتقد اللي حصل النهارده رساله مهمه بتزيد من قوه الاهلي وبتدفعه للامام، والجمهور بتاع الاهلي دايما بيكون وراه وهو اللي بيدفعه للامام. فدي رساله مهمه ومهمه جدا وكانت مطلوبه في هذا الطور. طب اخر سؤال في ملفنا الاول عشان انتقل لملف ثاني مع استاذ عمر. المحظورات للنادي الاهلي في مباراه زي دي مهمه، دعم جماهير تقدم، تركيز من اللعيبه، الجهاز الفني مركز، النهارده كمان جماهير بتهتف للعيبه بشكل قوي جدا ورسائل مهمه. اهم المحظورات اللي الاهلي ما يقعش فيها المفروض يا استاذ. رقم واحد، النادي الاهلي لازم يحترس من اول ربع ساعه ما يخشش في جون، ده موضوع مهم جدا. معاك 100%. لان ده هيبوظ، يعني انت لازم تعرف حاجه ان انت هناك في حشد جماهيري وتحفيز رهيب جدا. انا مش شايف ان بنزرتي تصريحات لي قريتها كلها، راجل هو عشان خبرته الكبيره جدا هو مدرب كبير عارف حجم النادي الاهلي. قال لك النادي الاهلي كل الكلام ده ما بتخدعش انا في النادي الاهلي مهزوز، النادي الاهلي كل زمان ومكان النادي الاهلي قوي، هو قال كده باللفظ. هو الراجل فاهم كلامه ده، نقله للعيبه عنده، عندهم حافزيه مع ملعبهم والجماهير وتحفيز الاعلام هناك، هيبقى اللعيبه عندهم اول ربع ساعه دي عايزين خلاص. طبعا لو دخل جون هيبقى في مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي اول ربع ساعه. السيناريوهات بتاعتك ممكن تبوظ شويه، لان السيناريو بتاعتك لو عديت اول ثلث ساعه هتفرق بشكل كبير جدا. ايوه، اول ثلث ساعه ده لو عدى، احنا اول 10 دقائق نعدي لعيبه الاهلي الخبرات في النادي الاهلي قادرين ان هم يمتصوا الحماس، يعني نقفل الدنيا ما يحصلش اخطاء. طبعا كلنا بنخاف طبعا ان وارد الاخطاء الدفاعيه بتحصل، نتجنب الاخطاء الدفاعيه طبعا والهفوات الدفاعيه، ودي مشكله كبيره جدا اوقات بتحصل في النادي الاهلي، ودي مشكله كبيره نتجنبها. انا عندي ثقه جامده جدا في شريف اكرامي ان هو هيقدر ان شاء الله. انا بس اكمل على حضرتك حاجه عشان احنا بندردش مع بعض، اللي دي برضو نقطه مهمه، ان لما نيجي نتفرج على اداء الترجي وهو فريق منظم عنده وسط ملعب قوي،
لكن الاقوى حاجه فيه هي الكرات الثابته اللي هم متميزين فيها. لما نتكلم على الكرات الثابته بينفذوها كويس، ودي طول الوقت مع شمال افريقيا مش فرقه الترجي. بس حاجه، هو ادائهم ما بيتغيرش، هم بيميلوا دايما للدفاع، بيميلوا دايما لحاله الالتزام التكتيكي بقوه جدا عندهم، التزام التركيز على الكرات الثابته دي بتعوض قله المهارات وقله المهارات الفرديه اللي هي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم يقفل الدفاع كويس جدا في اول فتره، بيقفل نص الملعب، واعتقد ان ممكن زي ما قلنا ممكن يبقى في فرص لهشام محمد على الجزء الهجومي يفرق مع النادي الاهلي. اعتقد ان عبد الله سعيد هيكون له دور كبير. انا اتوقع ان وليد سليمان يكون احدى الاوراق الرابحه في النادي الاهلي. الاهلي يعدي اول ربع ساعه اول ثلث ساعه ما قلت كده، وبعد كده يلعب الاهلي بيلعب اللعب الطبيعي بتاعه. انا معترض على كلمه انت قلتها، قلت اللي هي ما قلت النادي الاهلي معلش ما قدامش حل غير لازم يفوز. معلش، ما هو النادي الاهلي طول حياه النادي الاهلي يفوز. بينزل اي ماتش هنا او هناك في اي حته باي فرقه بيلعب على الفوز. النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب على الدفاع، يعني نادي قد يكون في المرات اللي هي نادره جدا جدا لا تتجاوز واحد من 100 الاهلي ممكن يفكر في الدفاع. والاهلي لو دايما لو فكر في ان هو يدافع هيخسر. الاهلي دايما هيفكر في الهجوم طبيعي جدا. هو الاهلي بس يتجنب اول ربع ساعه او ثلث ساعه ويبتدي يلعب اللعب، الاهلي يلعب اللعب الطبيعي بتاعه من غير فزلكه ومن غير بتاع، اعتقد ان الاهلي يكسب كتير. انا كنت مع المنتخب ساعه ماتش تونس اللي فات دوت، برضه فرق رهيبه بين مصر وتونس، لكن هم بيعرفوا بقى يعني خوفهم ازاي كسبوا في هدف يعني جاي صدفه مثلا. انت احنا مش عايزين يحصل ده في النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده الطبيعه اكتر من يعني بقول ايه، بيبقى عندهم روح اكتر من المنتخب. لعيبه النادي الاهلي مع بعضهم يقدروا ان هم يسيطروا على الامور. اول ربع ساعه نص الملعب لو قدر يمسك مرتبه المناورات دي والتميز بتاع النادي الاهلي اللي راح قلت لك عليها اللي تقدر تحسم المباراه، اعتقد هيفرق كتير جدا. النادي الاهلي قادر فعلا، انا من وجهه نظري الاهلي قادر ويقدر يكرر السيناريو ان شاء الله. ان شاء الله. كمان الجميل اللي في ضيوفي لو احنا بيوصل لنا بيبقى عارفين الهدف فوز بس، فاستاذ عمر كمان بيضاع الاحباط او التخوف اللي ممكن يبقى عندنا، لان ده كره قدم. عندي الملف الثاني المهم جدا النهارده هناقشه مع حضراتكم، وناس كتير اتكلمت فيه. فجرنا اكتر من ثلاث مفاجات هنا في برنامج الكره والجماهير. اللائحه الاسترشاديه كان سياده الوزير بيطلع في البرامج كلها وبيقول اللجنه الاولمبيه اللي عملت كل حاجه وكلام كتير جدا على الكلام خلاص. النادي الاهلي كان ماشي في خط القانوني واستشار فيه الفقهاء القانونيين بتوعه وشارك الاستاذ رجاء عطيه. انا بحكي الملف سريعا عشان اسمع اراء حضراتكم. كل ما الوقت بيعدي بنكتشف الاهلي صح مش بالكلام. كان معانا اللواء رؤوف جاسر دخل معانا مداخله او كان في متسجل معاه وقال الموقف الاهلي سليم 100%، احنا ما شاركناش في اللائحه الاسترشاديه والراجل كلامه كان واضح وموقف الاهلي سليم 100%. قلنا خلاص الراجل ممكن عشان عضو داخل النادي. دخل معانا الكابتن حماده المصري ضرب كرسي في الكلوب زي ما بيقول، قال انا هقول كلمه الحق وعضو في اللجنه الاولمبيه وعلى فكره اللواء رؤوف جاسر عضو في اللجنه الاولمبيه، وراح جاي الكابتن حماده المصري قال نفس الكلام، ده ما شاركناش في حاجه خالص، ما نعرفش ايه الفلاحه الاسترشاديه، ما اجتمعناش اساسا، ما كانش في وقت نناقش وكذا وكذا وكذا، واتكلموا الناس كلها شافت. امبارح الدكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه قال نفس الكلام، ما اجتمعناش، موقف الاهلي سليم، ايه اعملها على يوم ولا يومين ولا ثلاثه، انت تعرف مين الاهلي يجيب 15؟ مش ممكن يجي 20 ولا 30 ولا 40 وتجيبهم ازاي على يوم؟ فمن حق النادي الاهلي. ده كان كلام الثلاثه او الاربعه مع الدكتور علاء مشرف كان موجود وشايف اللائحه بتاعت النادي الاهلي، بنتكلم في اربعه خمسه. النهارده ده موقف اللجنه الاولمبيه، دي ناس اعضاء في اللجنه الاولمبيه. طب الرسالة هنا، هو التعنت ده جاي منين وايه سببه؟ شوف ده بيكشف لك حاجة مهمة. ايه؟ يعني أولا طبعا أنا كنت أتمنى إن يكون في دور إيجابي مش في الإعلام بس، يكون في دور إيجابي داخل اللجنة الأولمبية للناس دي ما دام هي موجودة وأعضاء في اللجنة الأولمبية. تمام؟ لكن عشان هما ما لهمش دور في اللجنة الأولمبية أو شايفين إن الموجود في اللجنة الأولمبية بيحاول يعني يؤكد أو اللي حصل أو اللي بيحصل ده بيؤكد حاجة مهمة. ان مخاوف النادي الاهلي من اللائحه الاسترشاديه كانت في محلها. ان النادي الاهلي خد هذا المشوار وهذا الطريق الصعب لان هو كان خايف بالفعل من اللائحه الاسترشاديه وما سيحدث فيما بعد. ده تفسير واقعي ومنطقي عشان الناس تفهم. ليه؟ دلوقتي حضرتك النادي الاهلي ليه مشي في هذا المشوار او حاول ياخد هذا المشوار الصعب؟ عشان اللائحه الاسترشاديه فيها اخطاء كثيره وهتطلق يد اللجنه الاولمبيه في الانديه.
والناس كلها عارفه كده، وهي محطوطه كستار لاطلاق، او الوزير عايز يعمل اي حاجه فهيحرك اللجنه الاولمبيه في اي نادي زي ما هو عايز. تمام. دي كانت مخاوف الاهلي ومخاوف الناس من اللائحه الاسترشاديه، وبالتالي الاهلي خد هذا الطريق الصعب، وتاكيد ان هم بيتعاملوا بالحديد والنار. اختلف مع حضرتك. اتفضل. الاهلي اخذ طريق الحق وانحيازه لجمعيته العموميه، لان دور اللجنه الاولمبيه هي اساسا مش دورها تعمل لوائح استرشاديه، لكن لما نيجي نتكلم على الحقيقه ان الاهلي ومجلس ادارته انحاز لجمعيته العموميه. طب خلينا اكمل. اتفضل. اكمل لك، بس احنا مش عايزين نتكلم بكلام انشا. ماشي. وبيتقال بقى لنا 4 شهور عمال نتكلم فيه. ماشي. والناس مش فاهمه حاجه وقتوه مننا. اتفضل. تمام. احنا نكمل كده بالراحه. طيب. احنا بنحلل المواقف. بنحلل بالمنطق. بمعنى ايه؟ المهندس هشام حطب لما يجي وحد يتكلم في اللجنه ويروح واقفه على طول بدون تحقيق ولا حاجه، دليل ان هم هيتعاملوا بنفس المنطق مع الانديه، صح ولا لا؟ طبعا. ما هو ده السياسه، هي واضحه، هم بيتعاملوا فعلا لسه. صح ولا لا؟ ما هو انا دلوقتي لا، اما تطبق اللوائح اللي هم عاملينها والطبخه اللي مع موجوده هتتعمل، فبالتالي اي حد هيجي يقول لا انتوا بتعملوا حاجه غلط، لا طب احنا نوقفه نعمله نعذبه نوديه نجيبه. ما هو يعني واحد من عندهم اتكلم بدون تحقيق، مع ان حق الطبيعي ان اي حد يحصل اي موقف في اي مكان وفي اي مؤسسه، ان حقه الطبيعي ان يحل التحقيق، ثم بناء على التحقيق. طب يا راجل اعملها حتى قدام الناس، يعني بينوها حتى ان هي مطبوخه صح، يعني اعملوا تحقيق حتى ولو وهمي، بس يبقى حقه الطبيعي انه حصل. واخد بالك؟ تمام. ثانيا، اللائحه اللي الاهلي عملها، تمام، هل حد خرج وقال فيها عيوب؟ لا. هل حد انتقد فيها شيء؟ في الاول كانوا بينتقدوا، يقول لك الاقصاء. سيبك من الكلام الفاضي ده كله. اللائحه ما اعلنت والناس شافتها والناس كلها واحنا كاعلام قريناها، هل حد خرج قال فيها حاجه معيبه؟ لا، هي بيعترضوا على حاجه ثانيه ثانيه يوم ولا يومين. لا استنى بس، ما انا يعني خدني بالراحه. اتفضل. عشان نتكلم. اتفضل. يعني الموضوع يتفهم بس بشكل مختلف بعيدا عن الانشاء. محدش اعترض. محدش اعترض. يبقى اذا الاهلي ماشي صح، يعني بيقدم حاجه صح اهو. اللجنه مقارنه بذلك تحط في الكفه الثانيه اللائحه الاسترشاديه، الناس قالت ان فيها عيوب ولا لا؟ قالت. كلنا انتقدنا ولا لا؟ طبعا. فيها اشياء مخله ورهيبه وفظيعه ولا لا؟ فيها. طيب يبقى اذا الاهلي اختار الافضل ولا اختار الاوحش؟ الأفضل. اختار الافضل. اختار ان هو يعمل حاجه الناس ما تنتقدش فيها، وتكون حاجه تنفع اجيال قادمه او يستمر عليها، تبقى دستور للاهلي لفترات طويله. تمام. تمام. أنا جيت بقى عايز أطبق الكلام ده. تمام؟ فالبعض حاول يصطاد في الماء العكر. لأن للأسف اعتماد اللوائح أو الجمعيات العمومية دي جاية في وقت قبل انتخابات. أنت عارف لو الجمعية العمومية دي واللوائح دي معمولة مثلا زي الجمعيات العمومية العادية بتتعمل وبعديها بسنة يبقى الانتخابات أو أي شيء، ما كانش هتشوف كل الصراع ده كله. لكن البعض حاول يعمل شرخ داخل النادي الأهلي. الشرخ ده طبعًا هدفه هدم الاستقرار، مش قصه حاجه، في البعض عايز يعمل شرخ جوه النادي الاهلي، فحاولوا يصطاد في قصه الجمعيه العموميه، فحاولوا يصطادوا في الماء العكر ويخلوا المساله لا الحقوا ده الاهلي هيعمل على اليومين مش عارف ايه، فاللجنه ابتدت تعمل استقرار. حد من بره برضه من المعارضه مثلا او حاجه؟ حد بشكل عام، يعني بعض الناس حاولت تصطاد في الماء العكر، او كاره الاهلي، او الناس اللي مش حابه الاهلي يفضل في استقرار، او شايفه ان الاهلي هيعمل حاجه تبعد عنهم ان ايديهم تتمد داخل مين الاهلي. يعني المعارضه ولا مثلا؟ لا، ناس من وناس من المسؤولين ايا كان، والمسؤولين اللي هم مصرين على نفس اللجنه او كل الناس، لان برضو في مساله خلط اوراق. انت بتخلط اوراق بين حاجه وبين حاجه ثانيه. احنا اتكلمنا بالمنطق، وضحنا ازاي اللجنه الاولمبيه بتتعامل، والمخاوف تاكدت ان هي هتطلق يدها فعلا في الانديه بعد كده وفي كل شيء، وهتتدخل وفق اللائحه الاسترشاديه. وضحنا بموقف الكابتن حماده المصري، وضحنا مقارنه وغيره وغيره. لا وغيره، انا بتكلم على موقفه في ايه بدون تحقيق. وقف وقف وقف. فاذا لو جه اي مسؤول بعد كده، اذا كان راجل اللي عندك وعضو لجنه يعني حتى لو قال وجهه نظره، المفروض ادبيا ان انت تحقق معاه ويتم نتيجه التحقيق. فمعنى ذلك ان اي حد مسؤول برضه ممكن يتكلم او يعارضك، هتتعامل معاه بنفس المنطق، وخاصه ان انت رئيس لجنه المنازعات، فانت الخصم والحكم في نفس الوقت. فده امر مخيف يعني، وامر مقلق كمان، وبيؤكد مخاوف الناس كلها من الموضوع. اتكلمنا ان النادي الاهلي ما حدش اعترض على
لائحته. فاذا اتخذ القرار، شاف ان ده دوره التاريخي، او المسؤول اللي قاعد على الكرسي في هذا التوقيت ده دور التاريخي في هذا التوقيت، لازم امشي فيه حتى لو المشوار صعب. تمام. انا اسف على المقاطعه، معانا مكالمه مهمه جدا، مهم جدا نسمع رايه زي ما بنسمع اراء كتير جدا، وهو كمان على المستوى الرياضه شخصيه عظيمه واسم كبير، ولما نتكلم عنه حدث اكيد ولا حرج. معانا على الهاتف اللواء سامح مباشر، عضو اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الجودو. برحب بحضرتك يا سياده اللواء، ومبسوط جدا لحضرتك معانا. اهلا اهلا حبيبي، ازيك كابتن شادي؟ الحمد لله رب العالمين. سيدي الناس. ضيوفي في الاستوديو الاستاذ عمر الايوبي اليوم السابع ناقد رياضي، وكمان الاستاذ حسن خلف الله من الاهرام، جورنال الاهرام. يا اهلا وسهلا، مسلنا عليهم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قبل ما نتكلم في اي حاجه، الاهلي عنده مباراه امام الترجي، بتقول ايه عن المباراه يا فندم؟ لا لا لربنا هيكرمه، هو بتاع الصاع. النادي بتاعنا بتاع الصاع. بتاع الصاع. عندك ثقة في اللاعبين والجهاز الفني؟ عندي ثقة في اللاعبين والجهاز وكل حاجة. يمارسناها كتير معاهم فوق العشر سنين. لاعب النادي الأهلي ده بتاع المواقف الصعبة. بسيادة اللواء، عندي بعض الأسئلة لحضرتك، وأنا عارف إن حضرتك بتنام بدري، ولكن كان مهم جدا في التوقيت الصعب ده تبقى حضرتك معانا. تحت أمرك يا شادي. كابتن حماد المصري سمعنا في الصحف اللي اتوقف عشان قال كلمة حق، وقال اللي احنا ما اتدخلناش في اللائحة الاسترشادية خالص، ما نعرفش عنها أي حاجة، احنا شبه بصمنا فقط، واللي عملتها واللي عمل اللائحة الاسترشادية الوزارة. الكلام ده صح ولا غلط؟ والله يوم ما جت لنا شفناها اللي هي الاسترشادية دي. يوم ما شاركوش فيها. هو بيقول انها جايه من الوزاره. يعني انتوا ايه؟ لا انا السؤال هنا، هو حضراتكم شاركتوا في اللائحه الاسترشاديه دي وعملتوا اجتماعات، ولا جات لكم على ولا اتعرضت عليكم على طول؟ لا عملتها اللجنه، بيقولوا اللجنه القانونيه في اللجنه الاوروبيه، وهيعرضوها علينا، عرضوها علينا. طب انتوا احنا مش حضراتكم شاركتوا فيها؟ لا، لجنه قانونيه. طب ما هو اللجنه القانونيه مالها؟ مش لازم الاعضاء يتعرض عليها ال بيتعرض عليها النهايه زي ما قال لك حماده. لازم تتعرض، اللي اتعرضت اللجنه القانونيه عملتها وعرضتها. وخد بالك حماده من الناس الصادقين، يعني انسان كويس. طيب ايه رايك صدقيني. ايه رايك في ايقاف الكابتن حماده؟ لا. لا يعني لا ايه؟ شيء على الترابيزه ينحل، مش بالطريقه دي. يعني رفضه يعني. احنا كلنا بيت واحد واسره واحده، نحلها. نجيب الكبار ونحلها. طب حضرتك ما حاولتش تتدخل؟ نعم. حضرتك ما حاولتش تتدخل؟ لا لا، انا لسه رايح الاتحاد النهارده، ما لكن ان شاء الله بوعدك يوم الاحد هتدخل فيها. سياده اللواء سامح مباشر، انما الى علمي اللي في تركيز مع حضرتك عشان ما تنجحش في الانتخابات اللي جايه، الكلام ده صح ولا غلط؟ عاوز اقول لك حاجه يا شادي يا ابني. اتفضل يا فندم. انت من نوع الراجل مؤمن جدا. إذا أراد الله شيئا هيكون فسيكون. أكيد. ده يحارب، ده يمنعني، ده يلعب، ده يعمل. أنا بعمل اللي عليا أمام الله، وبحمي اتحادي وبحمي هيئاتي. تشيل تحط تعمل ما تعملش، الانتخابات نتيجتها لا يعلمها غير المولى. ونعم بالله. ونعم بالله واكثر. دي آية كده تحطها ان اللي يريده ربنا هيحصل. طيب عايز اعرف حضرتك، كان معانا امبارح الدكتور علي حسب الله، اتكلم كلام محترم جدا، وقال النادي الاهلي موقفه سليم 100%، مفيش حاجه اسمها في القانون تقول يوم ولا يومين. قال نفس الكلام الكابتن حماده المصري،
قال ان النادي الاهلي اللي عمله صح وبينحاز لجمعيته العموميه. كمان كان معانا اللواء جاسر رياض وقال اللي بيعمله الاهلي ده صح 100%، والثلاثه اعضاء في اللجنه الاولمبيه. حصل حضرتك غير طبعا اكيد الدكتور علاء مشرف، حصل حضرتك كل زمان حضرتك في اللجنه قالوا الكلام ده، اللي عمله النادي الاهلي قانونيا صح ولا انت شايف ايه؟ والله انا قلت لك انا يوم الحد هشوف الموضوع من اوله لاخره. وهنعلن الرسمي موقفي. لان انا مش هبعد عن حد ولا ابعد عن زميل. انا بقول لك هشوف الموضوع واقول رايي صراحه يا شادي امام كل الناس. دون النظر ده ضد مين ولا مع مين. ان شاء الله وهتشوف بالعينك. هو بس السؤال بس ثانيه واحده بس. اما حضرتك لسه هتشوف يوم الحد والكابتن حماده ما شافش وغيره ما شافش، امال مين اللي خد القرار واعلن اللائحه الاسترشاديه في الوقائع المصريه؟ امال حضراتكم يعني دوركم ايه؟ ما يعني مين اللي بياخد القرار؟ اما حضرتك لسه بتقول هتشوف كابتن حماده ما شافش واللي إيه مش عارف ايه؟ اشوف اشوف اللي اتعامل مع حماده مش اشوف يعني هو اتعرض عليكم الموقف بتاع النادي الاهلي. هو قال في الاول قال لك اللائحه الاسترشاديه ما هو قال للوسط قال لك ما شفناهاش اساسا دي جات لنا فرق. لا ما هو النادي الاهلي بعد ما خلص جمعيته العموميه بيبعت للجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه المفروض بتجتمع وترفض رفضت اجراءات النادي الاهلي. انا من الواضح ان ما حدش فيهم اجتمع ولا شاف حاجه. وده هو السؤال خلاص انا فهمت راي حضرتك عشان الكل بنتناقش وعايزين نعرف راي حضرتك. استاذ حسن من كلام حضرتك بيقول اللي انتوا ما اجتمعتوش في اللجنه الاولمبيه خالص، الكلام ده صح ولا غلط؟ عشان نشوف لائحه الاهلي. لا 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 انا مش فاهم. طيب ما اجتمعتوش؟ امال مين اللي بياخد القرار؟ مش المفروض اللجنه ازاي في الوقائع المصريه وقالوا ان موقف ورفضوا اجراءات الاهلي، مش المفروض حضراتكم اللي بتكرروا القرار ده ولا مين صاحب القرار؟ هم رافضين الاول، هم مش محتاجين يشوفوه، هم رافضين. طب ما انتوا ما شفتوهوش، هم رافضينها، هم رافضين الاجراء اصلا. يا فندم ثانيه واحده بس، المفروض الاهلي احترم اللجنه وقدم لها ورقه ادي اجراءات اللي انا عملتها، المفروض اللجنه دي بتقعد وترفض القرار او تتفق عليه وتقول الاجراءات دي غلط. مين اللي خد القرار اما اللجنه ما اجتمعتش وما حدش عارف حاجه؟ ما هو ده السؤال. يعني مين اللي خد القرار وراح مين اللي خد القرار يا سياده اللواء؟ ما هو يقول لنا مين اللي خد القرار. يعني هل القرار فردي في اللجنه الاولمبيه؟ بقول لك احنا ما شفناش. ما شفتوش كمان مين اللي بياخد القرار؟ ما شفناش ولا شفنا موضوع الاهلي نهائي. وبقى انت بتتكلم عن النادي الاهلي اللي هو بيتي، بيتي من زمان. ما شفناش. طب ما هو ده الكلام بيكشف قدام الناس، الكلام ده بيكشف قدام الناس اللي بيحصل. اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه ان الاعضاء اللجنه الاولمبيه المفروض اللي هم بيجتمعوا وهو ده ما اجتمعوش. ايوه ما حدش شاف. امال مين اللي خد القرار؟ يعني اذا هو القرار مطبوخ ومترتب، هو اللي سبت اللي هو بيقول ما حدش عايز يراجع، ما حدش عايز يبص. يا كابتن حسن اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. بقول لك ما تعرضش علينا حاجه. طيب لا تعرض علينا لائحه الاهلي. يبقى الكابتن حماده كلامه صح. طب امال بيوقفوه ليه؟ امال عايزين يعني الكابتن حماده ليه وقفوه وخدوا القرار؟ طب ما هو بيتكلم صح، الراجل ما غلطش. يا راجل قال نفس كلام حضرتك كل الناس بتاكد. يبقى اذا ليه تم ايقاف الكابتن حماده المصري؟ ليه تم التنكيل بيه؟ يبقى اذا بقى اللي هيفتح صوته بعد كده اللجنه الاولمبيه هتنكل بيه. برضه هقول لك القرار بتاع حماده ما اتعرضش علينا. امال ايه اللي بيتعرض عليكم يا سياده اللواء؟ ده كده ما ايه اللي بيتعرض عليكم بقى في اللجنه الاولمبيه؟ يعني اذا مين من يدير اللجنه الاولمبيه؟ كلام حضرتك ده كلام مخيف على فكره، ده كلام مخيف جدا، كلام والله العظيم انا مستغرب ان انا بسمع ده من كل اعضاء اللجنه الاولمبيه بيتكلموا الكلام ده في الصحف وفي الاعلام. يعني ما انتوا حضراتكم ما حدش قال غير عندنا هنا البدايه، ما حدش فتح يعني الموضوع. انا بقول برضو عشان انا مش بقول بنفرد ولا انا رقم واحد، الكلام كله ابتدى هنا في البرنامج ده. الكابتن اللواء رؤوف جاسر رياض انا اسف، الدكتور علي حسب الله، الكابتن حماده المصري، كله كان هنا واللي هو سمح مباشر وكله قال. عارفين ليه اتكلموا هنا؟ عشان الاهلي كبير ومحدش عارف يتامر عليه، واللي عملوه ده مش مظبوط، واللواء سمح مباشر كمان اكد زيهم النهارده اللي مفيش اجتماعات وبياخدوا قرارات من غير اجتماعات، والوزاره هي اللي عملت اللائحه الاسترشاديه، وفي مسؤول جوه اللجنه الاولمبيه محطوط من الوزاره وكان شغال في نادي الصيد.
عايزين معلومات اكتر من كده تاني؟ كلام مؤسف للاسف، كلام مؤسف، وانا يعني مستاء جدا من اللي انا بسمعه ده والله. السيد اللي هو حاجه يا حسن، اتفضل يا فندم. ثق يا ابن الناس، النادي الاهلي ده مش نادي صغير ولا احنا صغيرين فيه، ومحدش يقدر يجي عليه طول ما احنا عايشين. تمام وانا بقول لك الوقائع صماء. وانا بقول لك هتدخل يوم الحد عشان حماده. يا انت يا سياده اللواء، انا تكلمني يا شادي اقول لك انتهيت لايه يوم الحد. يا سياده اللواء، استاذ عمر ايوبي بيسال حضرتك، الناقد الرياضي باليوم السابع، اتفضل يا استاذ عمر. يا سياده اللواء، يعني انت حكي يوم الحد هيكون لك موقف واضح قدام اللجنه الاولمبيه لو لقيت اي قرار ضد كابتن حماده المصري او ضد النادي الاهلي؟ يا بيه قرار موجود، والقرار لسه هيتعمل. انت حضرتك هيبقى ليك موقف. انت بتقول توقف. ها انت حضرتك هقول توقف ليه واتكلم واحاول ازيل هذا اللغط؟ يعني هيكون ليك موقف واضح. انسان مش حماده، انسان صغير. حماده انسان محترم في كل تصرفاته معايا. طيب في اللجنه الاولمبيه. طيب. في سؤال مهم جدا دلوقتي لحضرتك. الطبعه بتاعت المصري اليوم بكره تصريح على لسان اللجنه الاولمبيه او مسؤوليها ان الكابتن حماده المصري كان المفروض مفيش اي اجتماع اتعمل عشان نوقف الكابتن حماده المصري، وابتدى يتراجعوا النهارده. كمان في نقطه مهمه جدا، تصريح مهم لهشام حطب بيقول فيه الكابتن حماده المصري انا غلطان اللي انا ساعدته، كان المفروض يتوقف من سنه. هشوفها بكره يا عمر. انا بقول لك يوم الاحد انا هقابل رئيس اللجنه الاولمبيه واتفاهم باعتبار دي حاجات مسؤوليه علينا. استنى لحد اليوم. لان ما يتحطش اسمعنا بناس تنذبح ولا ما تنذبحش. مظبوط حضرتك؟ مظبوط. بس لكن الاهلي كبير عن الكلام اللي بيقولوه ده كله. من امتى الاهلي يعني بيصغر نفسه؟ روح عبر نادي مبادئ ونادي قيم. طيب ممكن الجا للقانون لان احنا دوله قانون. الواحد بيدعي اللي هو بيذاكر شويتين. الماده 92 بتقول اللي ما ينفعش اتاخد قرارات الا غير في وجود اللجنه كلها، ما ينفعش انا كمسؤول مع نفسي اخد قرار اوقف حماده. لا، اللي بيعمله الاهلي غلط، لازم يرجع للناس. وده ضد القانون اللي هي الماده 92. يا فندم مين اللي خد القرار؟ ما انا بقى بستغرب. انا ده اللي يعني خلاني مستغرب وبسمع كلام مؤسف. مين اللي خد القرار؟ ما حضراتكم ما بتجتمعوش. طيب عشان الراجل يعني سياده اللواء قال لنا يوم الاحد هيقول كل حاجه. هو سؤال اخير، هو انتوا اجتمعتوا ايضا؟ يعني ما حصلش اجتماع في النص كده، اخدتوا قرار مين لجنه التسويه اللي هيبقوا موجودين او فض المنازعات؟ والله يا حسن اللي هي اللي موجوده في اللجنه الاولمبيه. ركز يا حسن. يا بيه قالوا لنا قالوا لكم الحمد لله. طب الحمد لله ان قالوا لكم. والله والله كويس ان قالوا لكم يا سياده اللواء. سمعت الجمل بيقول لك بكلمك وانا مكسوف. سياده اللواء سامح مباشر، عضو اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الجودو. بشكر حضرتك، حضرتك شخصيه محترمه، ما هربتش من المسؤوليه تبقى موجود معانا ايضا على الشاشه، وبنضرب القنبله الرابعه النهارده. اللواء سامح مباشر اكد ان موقف النادي الاهلي على حد كلامه قانوني، ما اجتمعوش خالص عشان ياخدوا اي قرار. ليا بعض الاسئله لسياده الوزير ولهشام حطب. رقم واحد، زي ما الاستاذ حسن قال، ازاي راحت او اللائحه اتحطت في الوقائع المصريه بدون علم خمسه من اعضاء اللجنه الاولمبيه؟ ادي واحد. اثنين، يا سياده الوزير حضرتك طلعت في كل مواقع مصر وكل البرامج الرياضيه في مصر وسائل الاعلام، وحضرتك قلت ان اللجنه الاولمبيه هي اللي عملت كل حاجه، احنا مالناش دعوه. ادي خمسه من اعضاء اللجنه الاولمبيه بيقولوا لحضرتك يا جماعه احنا مش اهل القانون. دايما بنتكلم في القانون بنجيب اهل القانون. الماده 92 بتقول اللي ما ينفعش حد ينفرد بقرار. امال اللجنه جايه ليه والاعضاء جايين ليه ما دام انت هتتصرف من دماغك؟ الكلام ده كله ضد القانون. رساله للمره المليون لجهات سياديه في الدوله. الاهلي مؤسسه كبيره وعظيمه بتكتب دستورها وبتكتب لوائحها من اول نادي في مصر عمل الكلام ده قبل اي حد. تاريخ النادي الاهلي يا جماعه، تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي قد دول.
اللي بيشجعوا الاهلي قد والله العظيم جمهوره اكتر من دول جنبك. وفي الاخر الكلام ده يحصل معاه النهارده عشان اسيطر على النادي الاهلي. وفي الاخر قالوا له، عارفين فكره قالوا له؟ هو ده اللي احنا بنشوف، اللي هو سامح او ممكن نقولها صور. انا كنت مفكر ان نكته إيه؟ يعني انا كنت مفكر اللي بسمعه ده طلع حقيقي مش نكته. يعني انا مستغرب. لا خليني قبل ما حضرتك تتكلم ابو استاذ عمر اتكلم، كل التحيه والتقدير والاحترام للمجموعه المحترمه من اللجنه الاولمبيه. تاني لازم اقول اساميهم لان دول هيتحطوا في لوحه الشرف في التاريخ. النكته اللي ما خافوش، معلش استاذ حسن، يتحطوا في لوحه الشرف في التاريخ، اللي ما خافوش، اللواء جاسر رياض، الكابتن حماده المصري، الدكتور علاء مشرف، اللواء سامح مباشر، الدكتور علي حسب الله. كل دول ايه؟ انت تعرف النهارده في مكالمه شفتها لاحد اعضاء اللجنه الاولمبيه داخلين يشتموا الرموز دي؟ ينفع يا جماعه؟ ينفع ده اللي بيدور بيه الرياضه المصريه؟ هو عندهم فريق. اتفضل يا استاذ عمر. بص حضرتك، انا يعني لازم تفعل حاجه، ان هو الدوله مش بس يعني انا هخرج من اطار انت عشان انت برضه متحمس، انا ممكن ابقى هادي شويه. اتفضل. هو لازم الاول الدوله واخده خط. بيعجبني هدوء. هي الدوله واخده خط ان انت كنا عندنا قانون الرياضه ولازم نخلص منه. وزير الرياضه عنده رغبه شديده يخلص في الموضوع. الامور كانت واضحه، ما كانتش في السر ولا حاجه، ما كان دايما كل يوم جلسات بين الوزير وشؤون القانونيه في الوزاره مع بعض المسؤولين في اللجنه الاولمبيه، مش كلهم. مع بعض؟ احنا قاعدين قعدة عرب. لا بعضهم والبعضهم بيقعدوا. عارف مين بعضهم؟ عارفين. خلي بالك انا عندي بقى الملف ده مع بعضهم اللي مش محسوب على المستشفى. لا 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 هي في مجموعه مقربه من المهندس هشام حطب. المجموعه المقربه اللي بتدير معاه الامور وبتدير معاه المعارك، اللي هي اي حد بيقف قدام السياسه بتاعتهم بيداس عليه بشكل واضح، زي هو ما حصل بعد كده مع رئيس اللجنه السابق اللي هو المستشار خالد زين، زي ما حصل بعد كده مع وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوه. دي امور واضحه جدا. لكن احنا اللي وقف عند النادي الاهلي، انت اساس الموضوع على مستوى العالم كله في كل المؤسسات العالميه بتدي الحق للجمعيات العموميه صاحبه القرار. معاك 100%. برافو عليك. انت اتحاد الكوره خد جمعيه العموميه بتاعته اللي خدت 8 سنين قبل مصر ما تطبقه وتنفذ. صح كده؟ قبل اي حد خالص. كابتن سمير زي خرج منها. الاتحاد الدولي الفيفا من ضمن قوانينه بيقول لك ايه؟ يعني بيدي قانون عام بتاع الكوره، بس في بنود يقول لك ايه؟ والاتحادات الاهليه لا، ما تراها وفقا لظروفها ظروفها. دي نقف عندها بقى. انت النادي الاهلي، انت جمعيه العموميه بتاعتك هي اللي تحدد. مجلس ادارته يعرف النادي الاهلي طبيعته شكلها ايه. النادي الاهلي هو الوحيد في مصر اللي عنده اكتر يعني كنادي رياضي بين المؤسسات الخاصه، ان هو عنده فروع في الشيخ زايد وعنده في مدينه نصر وعنده فروع ثانيه بتفتح وعنده عدد كبير. هو ادرى بظروفه يقول يومين او يقول ثلاثه او يقول اربعه. كابتن حماد قال كده، قال يقول يومين يقول هو اللي يقول هو اللي يقول هو اللي حكى حاجه. طب وانت ليه اصلا بتعترض عليه وانت في نادي الزمالك لائحته اللي تم اعتمادها فيها الانتخابات بقى، الانتخابات اللي هي اخطر شيء هتبقى عليه يومين. هكون صريح اكتر واسف على المقاطعه عشان اوضح لحضرتك الصوره. ما هي مشيتش كده، مشيت بالونه اختبار والرجاله انت عارفهم اللي بيقولوا صباح الفل بيه وصباح الفل يا باشا، عارفهم انت، اصل احنا في مجتمع. هو الموضوع عند الموضوع عند فابتدوا يشتغلوا اضرب يومين غلط الحق مش عارف ايه مش عارف ايه ده ضد الدوله. فابتدت هو ما كدبش تغيب الشباب الاهلاوي ويجردوه من اهلاويته ويبتدي يوم اثنين ثلاثه اربعه. للاسف ابتدينا معاهم متاخر عشان نوقفهم عند حدهم. دي الحقيقه اللي حصلت على ارض الواقع. لا بص يا كابتن شادي، لازم تفعل حاجه. يعني الكابتن طاهر ابو زيد كان وده نجم كبير في النادي الاهلي وكان وزير رياضه ووزير رياضه محترم. كلامه واضح، قال لك ان هي جمعيه النادي الاهلي جمعيه شرعيه. انا على المستوى الشخصي رايي ان هي جمعيه شرعيه، لان فيها جمعيه فيها انت كان بصفتك انت راجل رقابي او سواء اللجنه الاولمبيه او الوزاره، انت روح راقب يومين ثلاثه، شايف تزوير قول في تزوير اقف امسك هنا الحرامي ده اللي تقوله. لكن انت ما تقعدش بقى قاعد مستني وتسيب الموضوع وشايف الموضوع. انت انا شايف ان اللجنه الاولمبيه خدت فزعه، يعني خدت دور اكبر من دورها. يعني طول حياتنا ما نعرفش حاجه اسمها لجنه اولمبيه، يعني حسن موجود وكل الصحفيين موجودين، ما فيش حاجه اسمها لجنه اولمبيه. كان لجنه اولمبيه مجموعه كده ممكن تكلمها، لو هتطلع لجنه اولمبيه هتصفر مجموعه ناس او مش عارف ايه. كانوا بيظهروا ساعه الدورات بس عشان فقط. لكن انت هو لما جينا احنا محتاجين الدوله عايز تخلص وتحط صوره للقانون وتمشي فيه بشكل المؤسسه الوحيده اللي هي شكل شرعيه واللي بقى ليها دور بعد ثوره يناير عشان اللجنه الثلاثيه والكلام ده كله بيتهيأ اللي موجوده في المشهد. لكن للاسف هم استغلوا الموضوع غلط، استغلوه بشكل تكسير العظام للقوه. ما ينفعش كده تتكلم عن النادي الاهلي اللي هو المؤسسه الاولى في الدوله هنا بشكل العناد
والطرد اللي انت لا احنا هنعمل اللي احنا عايزينه وانت مخالف. مفيش حاجه اسمها انت تعمل الاهلي يعمل يومين او ثلاثه او اربعه، الزمالك يعمل يومين او ثلاثه، هو اللي اضرب ظروفه. النادي الاهلي هم اضرب نفسهم. لابد من انا شايف ان اللائحه الاهلي هي لائحه شرعيه كان لازم ولازم يبد من اقرارها، بس دي قصور انا بتهم فيها خالد مهندس خالد عزيز ان هو عنده تقصير، كان لابد ان هو يتدخل عند بدايه الصدام، وهو دلوقتي هو عنده ازمه. افترضنا هو هيمشي بالاسترشاديه، بس انت كده ظلمت النادي الاهلي، لانك النادي الاهلي ما اديتوش حقه. معلش برضه النادي الاهلي نادي كبير، نادي عنده قوه بغير القوه، سيبك من قوه، مش هنتكلم قوه جماهيريه، نتكلم بقوه الاعضاء العاملين. انت بتتكلم في نادي عنده ثلاث فروع موجودين، اسم النادي وتاريخ. انا بص انا عايز ابعد عن دي عشان نتكلم، معلش يعني ما انت نادي الاهلي هو صوت زي اي نادي صوت في اي انتخابات. معلش انا بوافق على ده، مش حد على راسه ريش، انا موافق. لكن انت النادي الاهلي ليه طبيعه، النادي الاهلي عنده فروع في مدينه نصر وعنده في الشيخ زايد وعنده اراضي ثانيه وعنده ظروف مختلفه، حتى لو نادي صغير معلش انت ليك طبيعه خاصه، اللي ادرى بيها اللي بيديرها. النادي الاهلي معلش الاهلي ما بياخدش ملايين من وزاره الرياضه دعم، النادي الاهلي عنده لعيبه بملايين وعنده جماهير بملايين وعنده العاب ثانيه بكتير، وبيستثمر في لاعبين في العاب اخرى كتير، هو اللي بيدير الموضوع مجلس الاداره، يبقى طالما هو اللي بيشيل يبقى هو اللي يفكر ازاي يدير الموضوع، وده موضوع حيوي وموضوع مو مصيري او هيبقى تاريخي، ان انت تحط لائحه النادي الاهلي طبيعي جدا تحطها يومين او ثلاثه انت هتضرب بيها، لكن انت تقعد تسيبه وتقول عشان ما كده تقول ايه لا بسرعه كده وتوش الموضوع فتوانة، لا ما ينفعش الفتوانة مع النادي الاهلي او مع غير النادي الاهلي. انت لازم ناس منطقيين. انا شايف ان هي فيها ده تجاوز وعناد، وعناد في الغلط من اللجنه الاولمبيه. هروح اخيرا للاستاذ حسن، بس خليني اقول لك جمله. اتفضل. لو احنا بنتكلم على اعضاء اللجنه الاولمبيه، هو تاج هيتحطوا في لوحه الشرف لموقفهم المشرف جدا اللي ما بيقبلوش بده، كلام خطير جدا اتقال النهارده، خطير جدا جدا من اللواء سامح مباشر. هنحط برده صوت اللي قاله كلام استاذ عمر في مربع الحق اللي تايه في ايام بنشوف فيها حاجات غريبه، اللي انت قلته دلوقتي دي طبعا. كلمه الحق اللي غايبه والله العظيم دي الحقيقه، ده فانا بشكرك استاذ حسن. هعرض لحضرتك دلوقتي كابتن حماده المصري في المصري اليوم قايل ليه، لان كلام خطير جدا مهم جدا حضرتك ترد عليه وتقول لي ايه رايك فيه. عشان اتفضل. محروس بتاع الوزير هو من يدير الاولمبيه وايقاف وإيقافي قرار انتقام. ايه تاني في المانشيت؟ ايه تاني يا جماعه؟ قولوا لي كده المانشيت. هشام حطب اللي هو مجاملتي، اللي هو بيقول له انت سنه والمفروض تمشي من سنه، فبيقول لك المفروض هو يتحاسب على القرار ده لان انا مخالف وسابني اقعد سنه. صحيح. ايه يعني رايك في الكلام ده؟ قرار ده كلام يودي. هو بيتكلم صح؟ طب هو بيتكلم صح؟ قال لك لم نجتمع منذ يونيو، وطريقه عرضه ومناقشه الاسترشاديه فضيحه. ده عضو اللجنه الاولمبيه. ده حماده المصري. الكلام موثق اهو. خلاص الكلام قدام الساده المشاهدين. ايه رايك في الكلام ده؟ لا طبعا، ما هو يعني فعلا اذا كان هو فعلا موجود في اللجنه وهو يعني المفروض ما يكونش موجود فيها ومخالف، يبقى ده طبعا المفروض يحاسب. المفروض اللي سابه انه يقعد هو اللي يتحاسب، مش دلوقتي يقول لك لا ده كانت انا المفروض امشيه من سنه وانا سبته. لا ما ينفعش. ده هو بيدين نفسه، يعني اللي بيقول الكلام ده يدين نفسه. يعني هو فعلا بيرد بمنطق ومنطق حقيقي زي ما احنا بنتكلم دلوقتي بمنطق في كل اللي سامعينه واللي شايفينه. طب سؤال عشان وقتنا جري، انا هو سؤال ليه التعنت كده مع النادي الاهلي، خصوصا بعد كلمه الكابتن حماده المصري اللي في حواره مع المصري اليوم وهو بيقول ان المهندس خالد عبد العزيز يتدخل في عمل اللجنه الاولمبيه ورجاله يتهموني بالباطل؟ لا هو في حاجه بقى، في من الواضح كده ان في امور خفيه ومستهدفه النادي الاهلي. من الواضح كده، خلينا نكون صرحاء مع بعض. متفق مع حسن كده، في امر غامض، في امر غامض. متفق مع الكلام ده. متفق، في امر غامض في الموضوع. لان الامور مش ماشيه بشفافيه. خلينا بقى سيبك من الكلام وان كذا وهنعيد ونزيد في كلام ملوش اي فايده. من الواضح، لان انا قلت وجهه نظري من البدايه، لان لو الامور فعلا فيها شفافيه ما كانتش تتعمل لائحه واحده. افرض دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه، هو مش لما جم يقسموا حضور اعضاء الجمعيه العموميه قال لك اللي فوق 100,000 بيحضر كذا ومش عارف ايه، في انديه عدد اعضائها ممكن يقل عن الألف. لو ما حضرش الناس هتطبق عليهم اللائحه الاسترشاديه. هل ينفع لائحه واحده اللي تطبق على نادي عدد اعضائه 1000 تنفع مع نادي عدد اعضائه 200,000؟ ينفع لائحه الاهلي تبقى لائحه الشركات؟ لا يعني ما ينفعش. ان انت كان المفروض حتى حضرتك لو انت فعلا عايز تعمل بجد كنت عملت لكل الفئات زي ما انت بتعمل فئات، تعمل لوائح تنطبق مع كل نادي. اللي بيحصل في النادي الاهلي
من امور كثيره واداره الامور كثيره واعضاء كتار وافروع كثيره وكره قدم بتدر مبالغ كبيره وبس فضائي و لائحته لا يجب ان تكون زي لائحه نادي عنده 1000 عضو يعني بالمنطق يعني. فبالتاكيد في امور كتير غلط وهم عايزين يداروا على هذا الغلط فبيحاولوا بيعملوا. انا شايف ده اللي بيحصل ده محاوله لتغطيه على اخطاء وكل مدى الوقت بيكشف الاخطاء وبيبين ان هم فعلا في حد بيدير الامر في الخفاء وبينكشف كل يوم ان اللجنه الاولمبيه اصلا ما بتديرش اي حاجه. لا في امر غامض. انا عنوان الحلقه النهارده انتوا الاثنين ويعلم الله بالنوايا اللي جوايا. لما بتبقى بتتكلم في موضوع وبتناقش قضيه بتبقى محتاج صوت حق معاك يقول احنا صح ما بنكذبش ومش وفي الاول وفي الاخر لو الاهلي غلط نقول غلط حتى على شاشته ايه المانع؟ احنا بنتكلم بالمنطق. على فكره بالمناسبه استاذ عمر كان في بعض خطا لنجم كبير من غير ما نقول اسماء وقال بكل قوه على شاشه الاهلي الاهلي بدون ما احنا نتدخل ومتذكر هو الحلقه دي. بس انا 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 والله يعني اللي عايز اقوله قلت لك هتكلم براحتك قلت لي قول ايوه دي الحقيقه. فانا معايا صوتين حق في وقت مره ثانيه ضاع في الحق. بص يا كابتن شادي انا بص انا باحترامي لقناه الاهلي وجماهير النادي الاهلي انا في اي مكان بقول اللي انا شايفه فقط صح مهما كان الاسم او مهما كانت الجماهير. انا شايف ان هو موقف النادي الاهلي موقف شرعي معلش زي ما قال حسن مش نادي صغير هيتعامل زي نادي كبير لكن شايف في امر غامض من وزاره الرياضه بشكل واضح واللجنه الاولمبيه تجاه النادي الاهلي خاصه فيما يتعلق بلائحه وعدم اعتماد اللائحه في امر غامض ويثير علامات استفهام. استاذ عمر ايوبي رئيس القسم الرياضي باليوم السابع شرفتني ونورتني اكيد بحترمك اكيد بقدرك لكن لما تقول كلمه الحق اكتر اكيد الاحترام هيزيد اكتر واكتر واكتر. شرفتني ونورتني. شكرا كابتن شادي انا سعيد كنت معاكم كابتن حسن. كمان الاستاذ حسن خلف الله الناقد الرياضي بالاهرام دايما ببقى سعيد بارائك القويه ربنا يخليك وكلمه الحق اللي حضرتك بتقولها عشان كده كمان حضرتك بتشرف جدا لما تبقى موجود معايا واحنا بنناقش بعض القضايا. ربنا يخليك وانا اكثر سعاده بوجودي معاكم يعني. شرفتني ونورتني ومع اخويا عمر يعني. اكيد هنروح دلوقتي لفقرتنا الثانيه مع كابتن النادي الاهلي وواحد من افضل اللعيبه لمسوا كره القدم نتكلم فنيا شويه ونتكلم كوره شويه مع الكابتن وليد صلاح الدين. لكن قبل ما نروح للكابتن وليد صلاح الدين موقف مشرف من بعض اعضاء اللجنه الاولمبيه كل يوم قنبله جديده. النهارده القنبله اللي كانت معانا اللواء سامح مباشر وقال كلام ايضا خطير عضو اللجنه الاولمبيه. قال لك ما شاركناش ما اجتمعناش ما شفناش ما تدخلناش ولا عملنا اي اجتماع حتى اللائحه الاسترشاديه ولا لائحه الاهلي ولا شفنا اي حاجه. ده يليق بالناس اللي بتدير المنظومه الرياضيه. بحيي كل المحترمين من اللجنه الاولمبيه اللي دخلوا معانا واظهروا كلمه الحق عشان الاهلاوي والنادي الاهلي لما بيخوض مش هقول معركه ولا بيخوض بيدافع عن حقه وانحيازه لجامعاته العموميه لازم تفهموا اللي احنا اللي صح. وكل واحد اعترض على موقف النادي الاهلي من وجهه نظر الشخصيه تحط عليه 200 علامه استفهام. نطلع فاصل سريع ونكمل حوارنا في الفقره الثانيه مع نجم النادي الاهلي الكابتن وليد صلاح الدين.